اهلا بيكم في حلقه جديده في هيب هوب ستايل. راح نتكلم فيها عن تراك شيبوبا وتراك راندر ونشوف مجتمع الهيب هوب هل هو يأيد شيبوبا ولا يأيد راندر. بعد سنة خالية من الأعمال بالنسبة لشيبوبا قدم فقد الفيرس اللي في سايفر الغامي رجع لنا بتراك جديد أو التراك المنتظر صفر. نقطة الصفر لا شيء منها يتحدد كل شيء. تبغى تخرج للعالم تبغى تصير عالمي أنا أبغى العالم يخرج ويجي العالم يسو ذي كان سيدي وي ها وي سي فلا تكون مصادم لي عارف ما أقدر أرضي الكل انت رضي زيد عبيد. تراك صفر اتكلم عن الناس اللي في الاندر بعدين طلعوا للاعلام وتغيروا مع تغير الاعلام والاعلام اشتراهم بسعر بخس وباعهم بسعر غالي. بعد بيوم راندر يرد على وجهة نظر شيبوبا في قناة جذوع الراب بتراك اسمه واحد. مبتسم اللي دمع عابو قال عليه منافق ومتصنع طلعت من تحت الارض بشروط القوانيني ما تصنعت ولا تغيرت لسه بدافع كليني. لانه فن الراب فن حر وكل موضوع اكيد له وجهات نظر ثانيه فشيبوبا كان عنده وجهه نظر وراندر جاء وجه وجهه نظره. بعض الناس اتفقوا مع شيبوبا وبعض الناس اتفقوا مع راندر. بعض حسابات الراب كان لها وجهه نظر في الموضوع. بنعرض لكم بعض حسابات الراب ايش قالت عن الموضوع عن تراك صفر وتراك واحد. بنعرض اول وجهه نظر لحساب بيكسين. بيكسين اول شيء اتكلم عن تراك صفر اول ما نزل تراك صفر وبعده اتكلم عن تراك واحد وابدا رايه بالتراكين. وكتب بيكسين واخيرا عاد شيبوبا بعد عام صفري بعمل صفر الذي كان متوقع نزوله في مطلع العام الماضي. تحدث شيبوبا في الجزء الاول عن عمله عن الشعراء المكتسبين على حساب شعرهم مشبها الشعر بالكرنفال لما يحصل عليه شعراء من جواز. قارن شيبوبا الفوارق بين عوام الشعراء وبين الرابر طلعوا برنج وطلعنا نحن بمسالات. متعجبا من تعامل المسؤولين والمجتمعين المختلف مع الرابرز بالرغم من انهم في النهاية بيكتبوا شعر. وبعد نزول تراك واحد بيكسين نزل بوست عن تراك واحد وقال انه ما فيه له مجاملات وبحط لكم صورة الكلام وين توقفوا واقروا. وقبل ما نروح نشوف وجهة نظر حساب تاني برضو في الانستغرام أسألكم انتوا يا جمهور هل انتوا مع شيبوبا ولا مع راندر وهل تشوف انه شيبوبا قصد القيادات اصلا في التراك او لا. حساب الظاهر اكتفى بستوري في حسابه في الانستغرام وبنعرض لكم الستوري. الشيب العريب صاحب اقوى قلم في الساحة ومن اوائل الرابز الذي سجعوا على الوعي الفكري والهم الكثير بهذا التأثير وتأثر فيه رابز كثير واحدث نقلة واليوم يعود بعمل يحمل الكثير من الافكار والاراء موجه للرابز تحديدا عمل يخلد في تاريخ الهيب هوب العربي سواء اختلفنا او اتفقنا. قنوات التحليل الله يعينكم الليلة. وما اكتفى حساب الظاهرة بتعبيره بتراك صفر برضو انتقد بعض الحسابات حق التحليل والقنوات في اليوتيوب. اكتفى حساب الظاهرة بتعليقه على تراك واحد في ستوري واحد. وعلى فكرة قبل نزول تراك صفر نزل البوم القيادات وكان فيه تراك اسمه الفيتو. الفيرس حق راندر كان قاعد يقول انه هو رقم واحد ما يرضي انه يكون الصفر. بحط لكم دحين اللاين. دايم رقم واحد افكر اني اصير الصفر عارفهم لكني بمزاجي صففهم يبون اصفحهم وماني بلعهم لغرق ظاهرهم نجاحي يغبنهم. بوجهة نظر شخصية لانه تراك صفر اصلا ما يقصد فيه القيادات يتكلم بشكل عام. لو راندر كان ذكي وبنزل بس الثلاثة اللاينات هذه من تراك الفيتو في الانستغرام اعتقد انه راح يكون رد يعني رد مسبوق يعني الرد من قبل التراك اصلا. لكن نكمل نشوف وجهة نظر حسابات الانستغرام وهذه المرة مع دكتور علوش. ما شاء الله علوش كاتب بالطول وبالعرض كلام مرة طويل بحط لكم صور فانتوا وقفوا الفيديو واقروا. شيبوبا رد على تحليل علوش وكتب انه اشكرك على تحليل الهدف الرئيسي من العمل. حاليا انتهينا من وجهات النظر. بعض الجمهور يقول لك انه راندر نزل ديس على شيبوبا. اول شيء هذا مو ديس. في شيء اسمه الخلافات الفنيه انه انا انزل عمل
انت معارضني كفكرة تنزل عمل معارض له. نفس الشيء سواه شيبوبة في يفضل حبرك لما نزل التراك وكان قاعد يعارض الناس اللي تكتب وتاخذ زخم على حساب بعض المواضيع السياسية وتستغل بعض عواطف الناس عشان تجيب ارقام وتجيب فيوز. الموضوع برضه تكلم فيه حساب الظاهرة سابقا، فنحن راح نقتبس منه بعض الاشياء. حساب الظاهرة الصراحة الحلقة دي برعايته. والخلافات الفنية كانت برضه موجودة في ساحتنا في الراب العربي من زمان، برضه الشيء ده صار بين عبادي وناز. لما عبادي نزل تراك مع بعض الرابز اتكلم فيه عن صدام ورد ناز واكس على عبادي انه صدام ما هو الا مجرم واصل انه هو افسد وهيك هيك 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 كلام طويل، فكان بينهم خلاف فني اوكي بعده تحولت لمشاكل شخصيه. وبرضه حصل هذا شيء عالميا زي اللي صار بين ناز وبين جيزي بعد ما لمح جيزي انه هو افضل واحد في الضفه الشماليه بعد موت بيجي، وجاء ناز قال له انه انت ما انت افضل واحد، وبرضه بعد صار بينهم بيف. وبرضه نرجع لتراك يفضل حبرك، نحن قلنا ان تراك يفضل حبرك كان موجه للناس اللي تحاول تستلزق على حساب بعض القضايا لانه شيبوبه كان بيعارضهم، لكن جرم وعارض شيبوبه على التراك، شيبوبه فيه قاعد يعارض ناس، يعني هي صارت معارضه على معارضه. الرونج نزل تراك اسمه فعليا يفضل حبرك. لا حريتي في موتي يا ربي عجل متى لقياه، في ارضي لا مكان للفن وفر حبرك، شعبي وسط الدمار وما يفيدهم شعرك، اكتب وحاول اوصف طريق كفاحي يفضل حبرك وجراحي تفضل. حتى حبرك يبقى حبر، همك كيف تعيش القصة، هم جثة تلقى قبر، برفة كلا القبلتين والبيت الحرام بمنفى، فالأولى حب الله إذا انتبنا المساجد مشفى. من الرمق إلى العلامة إلى كل كتب السيرة، نرجو نقل الحجر الأسود لأن المملكة بتأشيرة. الأرض من يرثها لا عبد صالح كوارث، الأرض لتبكي رجال بتبني جبل وسط كوارث، كان لصاحب عنده فكرة أن شعب عدنا قدرة، هسه غير رأي باخر مرة لما سرت بخبرة. وكان قاعد يقول لي شيبوبة انه في الاخير برضه يفضل حبرك، انه انت ما انت عايش الحرب وما انت عايش المآسي فانت برضه يعني زيهم. الخلافات الفنية من احلى الاشياء ممكن في الراب او في الهيب هوب، لانه الهيب هوب فن حر فاكيد في وجهات نظر متعددة. من الاشياء الجميلة في الخلافات الفنية انه كل واحد يعرض رأيه والجمهور هو يحدد نحن مع شيبوبة او نحن مع راندر، لكن للأسف بعض أحيان تبدأ الخلافات الفنية تتحول لخلافات شخصية وتصير بينها بيفات أو تصير مشاكل بين الجمهور نفسهم. فجمهور الراب والناس بصفة عامة لازم تعرف إنه كل موضوع له وجهات نظر مختلفة، يعني ممكن أنا أشوف من ناحية اقتصادية، واحد يشوف من ناحية سياسية، واحد يشوف من ناحية اجتماعية، فممكن تكون كل وجهات النظر صحيحة في اختلاف الأزمنة. يعني أكيد الماضي كان لهم وجهة نظر، والحاضر لهم وجهة نظر، والمستقبل لهم وجهة نظر ثانية. القوة تبغى الكل يسمع، مو كذا الهيب هوب يطلع، مو أي نجم في السماء لازم يسطع، سافر بهيب هوب عابر في الظلام، في حالة واحدة نصافح الإعلام، لما ما يكون مقابر للأقلام، أنا أكتب لسلامي الداخل. ايش هزي يقول ضد الاعلام وريل ام سي، وسوى عمل عشان يقدمه في ام بي سي، يبى الناس تعرف انه الراب فن زي باقي الفنون، وانت خايف من اللي تقوله تبغى الراب مسجون، عشان لو طلع الراب ما تقدر تقول اللي تقوله، يبغى الراب الحلقة دي اعتمدت على آراء حسابات الانستغرام، فإذا عندكم حسابات كويسة في الانستغرام تقدروا تنشرونها، لأن هي في حسابنا في الانستغرام حق أندرجراوند موفمنت، فإذا عندكم أعمال تبون نطلع عليها من ناحية تراب أو جرافيتي أو دانس برضو منشرونها هي في تويتر أو في الانستغرام، نحن متابعين يعني في تويتر وفي الانستغرام، إذا منشنتونا بنطالع إن شاء الله. وهنا كانت نهاية حلقتنا، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وانشروا الحلقة عند الناس اللي تحبوهم. تقريبا انا جيت قبل السفر تقريبا بعشر دقائق، فجيت على طول صورت يعني لسه حتى شنطتي لسه ما فتحتها. ف بيس اوت. وطبعا هذه كواليس للناس اللي وصلوا لنهايه الحلقه، ان شاء الله بدايه الشهر الجاي او نهايه هذا الشهر بنزل لكم حلقه كده كويسه من برنامج جديد، وان شاء الله الدوله اللي بنروحها في القادم يا عمان يا الكويت. اسمع سوي لايك واشتراك وشايف ترى انت خلاص لما بتتابع للاخير اكيد انت سوينا لايك ضبطنا يا اخي. وطبعا برضو هذا الكتاب اذا عجبكم ان شاء الله قريب راح ينزل، تقدر تطلبوه بعدين، راح اعلن ان شاء الله حلقات قادمه.